يقول: متى يسمى الشخص قاطع لرحمي؟ وما هي المدة التي يجب فيها أن أزور أقربائي؟ يكون الإنسان قاطعا لرحمه إذا لم يصلهم، لم يزرهم، لم يكلمهم، لم ينفق عليهم إذا كانوا محتاجين. هذه أنواع من القطيعة، وقطيعة الرحم من الكبائر. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قاطع الرحم ملعون، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. الله جل وعلا أمر بصلة الأرحام، أمر بصلة الأرحام: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها، يجب صلة الأرحام. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى الأقارب والأرحام لهم حق عليك بالصلة، بالزيارة، بالسلام، بالهدية، بالإنفاق عليهما إذا احتاجوا.